بص، في نوعية كتير من اللعيبة بتجبرك انك تحترمها حتى لو انت مش مشجعين ناديهم، ولكن لو سألنا نفسنا عن سبب حبنا ليهم هتلاقي دايما الإجابة ان لاعب الكرة مجموعة عناصر، على رأس العناصر دي هو عنصر الروح، الروح اللي تخليك تحب بيول ومودريتش وكانتي. حتى في مصر هنا هتلاقي نفسك بتحب أحمد فتحي وطارق حامد وأكرم توفيق والونش. أيوه، على سيرة الونش، اهو لاعب النهارده ده اقل ما يقال عليه انه ونش بمعنى الكلمة، قوي بدنيا، ذكي، ما بيخافش من الالتحامات، ما بيخافش من الكورة ايا كان وضعيتها ايه. وفي ناس بتقول ان سبب قوته دي الظروف اللي عاشها وهو صغير مع حرب صربيا يعني وكده، ولكن انا شخصيا مش من مناصرين الفكرة دي. انا دايما شايف ان دي دايما بتبقى في طبع اللاعب انه يكون حماسي وجاهز في اي وقت ومش متخاذل والى اخره. المهم عشان ما اطولش عليك، لاعبنا هو نيمانيا فيديتش، مواليد صربيا 81، بدايته كانت في ناشئ النادي سلوبودا اوزيس في صربيا سنة 94، هناك سنتين علشان يجي بعدها نادي ريدز ستار او النجم الاحمر يضمه للناشئين النادي، ويقعد مع الناشئين من 96 لحد 2000. وفي الاربع سنين دول بقى فيديتش يعمل كل شيء صح وكل شيء غلط في المهاجمين اللي بتلعب عليه، وكان بيمارس معاهم هوايته المفضله في قطع الكرات، علشان بعدها يقرر النادي يرحم المهاجمين اللي بتلعب عليه ويصعدوه للفريق الاول، وما يلحقش يلعب ماتشين يروح نادي سبارتاك الصربي يطلبوا اعاره، وفعلا ينضم لنادي سبارتاك. وهنا بقى يظهر لنا فيديتش ويلعب معاهم موسم 2000 2001 ويتالق بكل المقاييس، ويبان عليه انه موهبة قوية جدا، ووجوده في صربيا اصلا ظلم ليه، وده مش لانه قدم اداء دفاعي كويس، لا ده كمان قدر يسجل 6 اهداف في 27 مباراة. وكل بقى الكلام ده عن مدافع لم يتجاوز ال 20 سنة. المهم بعد الموسم ده نادي النجم الاحمر يرجعه من الاعارة ويستمر معاهم 3 سنين لحد 2004، واداؤه في تطور بشكل كبير وفاز معاهم بالدوري والكاس، وقدر يشارك في 67 مباراة، وكمان قدر يسجل 12 هدف، ولكن ده شيء جميل جدا وكل حاجة، ولكن لاعب بالامكانيات دي ايه اللي يخليه يستمر لحد ما يوصل 23 سنة مع نفس النادي وما يروحش اي نادي دي من كبار اوروبا؟ ولكن من الصدف انه يكون في نص الموسم اللي فات يكون النجم الاحمر بيلعب سيسكا موسكو، وساعتها فيديتش كان معذب المهاجمين، ومش بس كده ده كمان سجل هدف النجم الاحمر الوحيد في المباراه، وكان تقريبا كده بيعمل كل حاجه. ومن ساعتها ونادي سبارتاك موسكو حاط عينه على الصخره اللي كانت ما بتعديش اي حد، وفعلا يجي في نهايه الموسم يقدم عرض بما يقرب ب 4.5 مليون يورو، وده رقم كبير جدا على لاعب 23 سنه، وفعلا سبارتاك ينجح في انضمام المدافع المختلف بكل الطرق، وشارك معاهم من يونيو 2004 لحد يناير 2006، يعني موسم ونص، في 39 مباراة ويسجل 4 اهداف، وفاز معهم بالدوري والكاس والسوبر. والمهم في يناير 2006 يجي له عروض من عمالقة اوروبا اللي على رأسهم ليفربول واليونايتد، ولكن الموضوع ما خدش وقت واليونايتد يحسم الصفقة، وطبعا السير كان عايز حد من النوعية دي يكون جنب ريو فرديناندو، وخصوصا ان براون ما قدرش يقدم المطلوب منه، وفعلا المدربين اول شيء عندهم ان السيرد باك الاول يكون عنده خبرة وقيادة، والتاني يكون متحرك ويكون قادر على انه يخرج المهاجم من مناطق الخطر على مرماه، وده العالم كله ماشي بيه. وبالمناسبة النقطة دي كانت سبب في نجاح بيكيه، انه مش مدافع جامد، وكنا بنقول عليه انه محظوظ في انه لعب جنب كارلوس بيول، والحقيقه هو بيول يشيل اي حد، ولكن سبب نجاح بيكي انه كان بيعمل اللي بيتقال له بالظبط بدون بقى اختراعات وتاليف. المهم ان دي كانت وجهه نظر السير في صفقه فيديتش، وفعلا يتم انضمام فيديتش اليونايتد ويلعب معاهم الدور الثاني من الموسم 2005 2006، وهنا بقى ظهر فيديتش بالشكل الافضل في تاريخه، وطبعا معروفه انه بيلعب مع خط دفاع ملتزم، وهو بصراحه عرف ينسجم معاهم والتزم لدرجه انه ما سجلش ولا هدف طول الدور الثاني، ولكن كلنا عارفين ان الموسم ده كان موسم التجهيز الموسم اللي بعده. المهم يدخل موسم 2006 2007 يشارك شبه اساسي في ما يقرب من 38 مباراه، وبالرغم من قوه التزامه الا انه سجل 4 اهداف وصنع هدف، ويكون من ضمن الاسباب الاساسيه في فوز اليونايتد بالدوري ووصوله لنهائي الاف اي كاب، ويخسر ضد تشيلسي بهدف دروجبا القاتل في الاكسترا تايم، علشان يدخل موسم 2007 2008، وهنا بقى بدا يظهر ثنائيته مع ريو فرديناند لدرجه ان اليونايتد ما يستقبلش غير 25 هدف طول الموسم، وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده بشكل ادق في حلقه فاندر سار. المهم فيديتش يشارك ساعتها في 45 مباراه، واهم لقطة في الموسم ده هو تسجيله هدف الفوز على أرخم فريق في الدوري وهو إيفرتون، ولكن اليونايتد في الموسم ده حدث ولا حرك. خد عندك بقى الفوز بالدوري بفارق نقطتين عن تشيلسي، والفوز بالسوبر الإنجليزي على تشيلسي، والأهم هو الفوز بالتشامبيونز ليج على حساب مين بقى؟ ايوه هو ده تشيلسي. طبعا بعد ما وصل لركلات الجزاء وفاز اليونايتد بالبطوله، لا ومش بس كده، ده كمان يطلع على كاس العالم ويفوز بيه، وفيديتش ساعتها كان سجل هدف علشان بعدها يلعب السوبر الاوروبي ضد زينيت الروسي، واليونايتد يخسر بهدفين لهدف، ويكون فيديتش هو اللي سجل هدف اليونايتد الوحيد. ولكن بعد خساره السوبر يظل الموسم ده من اعظم المواسم على فيديتش اللي لم يكن اعظمه. المهم يدخل موسم 2008 2009 يشارك اكتر ويكون في تطور في ادائه، والتطور ده كان تحديدا في الادوار الهجوميه مع التزامك الكامل بالواجبات الدفاعيه، وساعتها يقدر يشارك في 55
المباراه ويسجل 7 اهداف ويصنع هدف، ومنهم هدفين في كاس العالم والسوبر الاوروبي نسبه للموسم الماضي. ولكن لو اتكلمنا عن الصلابه الدفاعيه فاحب اقول لك ان ثنائيه فيديتش وفرديناند قدروا يساعدوا فاندر سار في الحفاظ على شباكه في 33 مباراه، وقدروا يوصلوه انه يقعد 1311 دقيقه بدون اهداف في مرماه، وده الرقم التاريخي الى الان. وكده بقى خلصنا الادوار الدفاعيه، خلينا بقى نتكلم عن الادوار الهجوميه واللي فيها سجل هدف الفوز في الوقت القاتل ضد ساندرلاند، وهدف في الفوز على تشيلسي، وكمان اليونايتد يفوز بالدوري والسوبر الانجليزي وكمان كاس الرابطه، ولكن يخرج في نهائي الشامبيونز ليج ضد برشلونه. وعلى الرغم من الخساره الا ان هو كان شايل الفريق بكل المقاييس، والدليل على كده مش انه اخذ الدوري مع اليونايتد، او مثلا في ان اليونايتد اخذ افضل موسم في تاريخ البريمير ليج، ولكن ده كمان يفوز بلاعب الموسم في الدوري الانجليزي علشان يكون اول مدافع في تاريخ الجائزه يفوز بيها. المهم يدخل الموسم 2009-2010 يكون فيه هبوط في مستوى فيديتش واليونايتد كلها، لدرجه انه سجل هدف واحد طول الموسم ويخسر الدوري ويخرج من دور ال 16 في دوري الابطال، وما يخرجش من الموسم ده غير بالكاس الرابطه الانجليزيه فقط، عشان يدخل موسم 2010-2011 باداء افضل، وخصوصا بعد اعتماد السير عليه كقائد للفريق بعد تعدد اصابات فرديناند. وفعلا فيديتش كان مثال القائد، وقدر يشارك في 47 مباراه وقدر يسجل كمان 5 اهداف ويصنع هدف ويكون من ضمن اسباب فوز اليونايتد بالدوري والسوبر الانجليزي، ولكن هو كان شايل الفريق بكل المقاييس. ولكن تاكيدا على ان فيديتش هو اللي كان شايل الفريق ساعتها، انه يفوز بلاعب الموسم في الدوري الانجليزي للمره الثانيه علشان يعادل رقم تيري هنري وكريستيانو رونالدو كاكثر لاعبين فوز بالجائزه. وخد بالك كل ده واحنا بنتكلم عن مدافع، يعني فرصته اقل بكتير في الحصول على الجائزه، ولكن على الرغم من كل ده الا انه قدر يتفوق على نفسه بكل المقاييس. لا ومش بس كده، ده كمان يدخل تشكيل الافضل في اوروبا في الموسم ده، يعني عمل كل حاجه عشان بعدها يبدا الموسم ويشارك في 10 مباريات، ومن ضمن المباريات دي كانت مباراه السوبر اللي فاز بيها اليونايتد ضد المان سيتي علشان يكمل لحد ديسمبر 2011، وتجيله اصابه كبيره جدا واللي هي تمزق في الرباط الصليبي، والاصابه دي تكون سبب في انهاء الموسم لفيديتش. وبعد بقى الاصابه دي النحس يعم على اليونايتد كلها. وعشان اجيب لك من الاخر، يعني الموسم ده كان موسم دوري اجويرو اللي اتكلمنا عنه في حلقه اجويرو، فانت بقى فاهم الباقي. المهم فيديتش يدخل موسم 2012-2013 متاخر شويه بسبب الاصابه، ولكن بعد العوده تجيله اصابه في الركبه تبعده شهرين عن الملاعب، وما شاركش غير في 23 مباراه فقط طول الموسم. ولكن على الرغم من كل ده الا انه قدر يسجل هدف في الفوز على ليفربول بهدفين لهدف، وهو اللي كان سجل الهدف الثاني لليونايتد، وكمان اليونايتد ساعتها قدر يفوز بالدوري رقم 20 في تاريخه علشان ياكد تفوقه تاريخي على ليفربول اللي كان ساعتها عنده 18 لقب فقط، واللي بالمناسبه ساعتها كان اخر لقب حققه ليفربول كانت سنه 1990. وعلى الرغم من كل ده الا ان لم ينجح فريق في تجاوز ارقام ليفربول سوى اليونايتد. المهم فيديتش يبدا موسم 2013-2014 بهبوط اكبر في مستواه ومستوى اليونايتد كلها، وخصوصا بعد اعتزال السير اليكس فيرجسون وتولي ديفيد مويز تدريب الفريق. ولكن فيديتش نفسه كان اول المتاثرين بالموضوع ده، وخصوصا انه شارك في 34 مباراه وما يسجلش غير هدفين طول الموسم ويقدر يفوز بالسوبر الانجليزي. ولكن مستوى اليونايتد ككل كان كارثي بكل المقاييس، لدرجه انه انهى الدوري في المركز السابع، عشان يدخل موسم 2014-2015 يكون نهايه عقده واليونايتد يطلب التجديد معاه، ولكن هو يرفض، وخصوصا ان عرض الانتر كان كبير، وفعلا يتم انتقاله الى الانتر ويقضي معاهم الموسم ولكن دون مستوى، ويشارك في 28 مباراه وما يسجلش غير هدف واحد طول الموسم، واللي كان ضد جينوا في المباراه اللي انتهت بفوز الانتر ب 3-1. ولكن الانتر نفسه يكون مستوى سيء جدا لدرجه انه ينهي الدوري في المركز الثامن، عشان بعدها فيديتش يقرر فسخ العقد بالتراضي، علشان بعدها بايام يعلن اعتزاله بعد وصوله ل 34 سنه. ولكن في النهايه اعتقد ان سبب في ان مسيره فيديتش ما كانتش كبيره كده انه ظهر متاخر جدا، ولكن هو كلاعب قلب دفاع يعتبر من افضل المدافعين في تاريخ الدوري الانجليزي، وخصوصا انه الثالث هدافين الدوري من المدافعين في تاريخه. وده بقى ياخدنا الارقام اللي قدر يشارك فيها مع الانديه ما يقرب من 367 مباراه، وقدر يسجل ما يقرب من 38 هدف، وطبعا فوزه بخمسه دوري انجليزي ومره صربي وروسي، وثلاثه كاس انجلترا ومره كاس صربيا وكاس روسيا، وفوزه بالسوبر الانجليزي 7 مرات والسوبر الروسي مره، ده طبعا غير فوزه بالتشامبيونز ليج وكاس العالم للانديه، وكل ده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب اللي تتمثل في 56 مباراه وتسجيله هدفين، وطبعا فوزه بافضل لاعب في صربيا مرتين موسمين 2005 و2008. وبس يا سيدي بكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.